How are you, my dear students? Yes, we will talk about Unit 9, the title is Tom has nothing to do. Tom has nothing to do. رح ناخذ a new unit, واحدة جديدة. The title is, عنوانها هو Tom has nothing to do. Please be attention. Focus, لو سمحتوا يا رابع ركزوا معنا وانتبهوا. Open your book page number 76. افتحوا كتابكم صفحة 76. Yes. في focus and attention. Yes. عنا هون conversation or story. ممكن نحكي عنها محادثة أو قصة. طبعا هون عنا the title is عنوانها إيش؟ Tom has nothing to do. إذن توم ما عنده إشي يعمله. توم has nothing to do. خلينا نشوف التايتل يا رابع. خلينا نشوف العنوان. أوكي خلينا نشوف العنوان. Yes, Tom has nothing to do. عنا توم هنا يا رابع. توم اسم مفرد. Yes, إنه هون مفرد. فأخذت شو has. يعني هي مش قاعدة بس إنه بدي أنوه لكم إنه توم مفرد فإجي معها has. لو كانت جمع بيجي have. أوكي إذن توم has nothing to do. توم ليس لديه إيش ما يفعله شيئا ما. هنا nothing إيش لا شيء معناها. Nothing معناها لا شيء. توم ما عنده إشي يعمله. يعني بمعنى آخر زي كأنه بحكي لنا he is feeling bored. يعني هو إيش بشعر بالملل. He is feeling bored. هو بشعر بالملل. Yes. خلينا نشوف picture one. Okay. Hey Harley, I am bored. Can you come over to my house? Sorry Tom, I can't because I'm helping my mom with some chores. إذن Hey Harley, بحكي له يا هارلي. I am bored. أنا مالل. يعني أنا مالل يعني إيش أشعر بالملل. Can you come over to my house؟ يعني يمكن أنك تيجي أن تأتي إلى منزلي. يمكن أن تأتي إلى منزلي. فحكى له شو حكى له هارلي. Sorry. آسف توم. I can't because I'm helping my mom with some chores. أنا لا أستطيع لأنه أساعد أمي my mom with some chores. في إيش مع إيش some chores في مع بعض الأعمال المنزلية. إذن هون chores معناها أعمال منزلية. chores معناها أعمال منزلية. picture نشوف picture 2. أوكي picture 2. No problem. Well, what about Hansel? Can he come over? We can play some video games together. بحكي لنا إنه ما في مشكلة. لا مشكلة. Well, حسنا. What about Hansel? ماذا عن هانسل؟ هسوى إيش؟ خلاص رح يشوف صديق واحد تاني. بدي يشوف هانسل شو ماله. فبحكي له إنه شو عن هانسل؟ يعني ماذا عن هانسل؟ What about Hansel? Can he come over? يمكن أن يأتي. We can play some video games together. يمكننا لعب. We can play some video games together. يمكننا لعب بعض ألعاب الفيديو معا. Together. أوكي. يمكننا لعب بعض ألعاب الفيديو معا. أوكي. Hansel is busy. شو حكى له؟ رد عليه وقال له Hansel is busy. Hansel ماله مشغول. Hansel مشغول. Too أيضا. He has to study because he has a math test tomorrow. هو إيش؟ هو لديه إيش؟ To study ليدرس. يعني هو إيش؟ عنده دراسة. Because ليش؟ He has a math test tomorrow. عنده math امتحان رياضيات. اختبار رياضيات غدا. عنده اختبار رياضيات tomorrow غدا. إذا حكى له إنه
هانسل is busy, هانسل مشغول. Two, أيضا he has to study because has a math test tomorrow. يعني هو إيش عليه أن يدرس لأنه لديه اختبار رياضيات غدا. نشوف picture 3. Maybe we can do something tomorrow after school. طبعا هو بالبداية حكى له oh well thanks anyway, يعني شكرا على أي حال. فحكى له maybe we can do something tomorrow after school. يمكن نستطيع أنه إيش نعمل شيء ما غدا بعد المدرسة. يمكن أنه إحنا نعمل شيء ما نستطيع أن نعمل شيء ما غدا بعد المدرسة. Last picture, الصورة الأخيرة. What's up John؟ يعني هسه هو خلص بدي يروح على جون, بدي يشوف جون شو ماله. فحكى What's up John؟ ماذا عن John, can you come over? يمكن أن يأتي. I'm feeling kind of bored. أنا أشعر بنوع من الملل. إذن هو بحكي What's up John, يعني ما الأمر يا جون, يعني هل يمكنك المجيء, يعني can you come over, هل يمكنك المجيء. I'm feeling kind of bored, أشعر بنوع من الملل. I'm feeling kind of bored, أشعر بنوع من الملل. فشو حكى له جون؟ I'm really sorry I can't come Tom because I'm cleaning my room, but I can be at your house in an hour or so. I should be finished cleaning my room by then. يعني أنا حقا آسف, really sorry, حقا آسف. I can't, لا أستطيع. Come, يعني لا أستطيع القدوم, المجيء يا توم. Because I'm cleaning my room, لأنه أنا إيش بنظف بغرفتي, لأنني أنظف غرفتي. لكن But I can be at your house in an hour or so. لكن يمكنني أن أكون, يعني يمكن أني أنا أجي عليك, يمكنني أن أكون في منزلك يعني خلال ساعة, يعني بدي أكون في منزلك إيش من هون لساعة, بكون في منزلك. إن أنا أور سو I should be finished cleaning my room by then. يجب أن أنهي إيش تنظيف غرفتي, يجب أن أنهي تنظيف غرفتي. حكى له it's great, هذا رائع, هذا جيد يا رابع. أوكي, هاي conversation بسيطة, نتدرب على قراءتها كثير منيح يا رابع, كلماتها بسيطة. أوكي, يعطيكم العافية.